طيب انت ما سالتي ما عرفتي من شو مزعوج من شو متنكرت شو اللي قرق وشو اللي قلبه فؤادي تحتاني مخليه هيك منغرش هالنغرشه كلياتها؟ والله يا ابو ليلى بضل عم بساله ما بيجاوبني ما باخذ منه لا حق ولا باطل. رب يعوض بس الواحد يعني لازم هيك اذا هو عم يحكي لازم تلقطي لك في شغله شيء ادعسي برجلك على شغله بتعرفي من خلالها انه هذا الشغله هي اللي مقارقته يعني بتعطيكي هيك لمحه بتعطيكي فكره بتعطيكي شغله ليكون زعلان من هذا تبع التاكسي تبعه. ما بعرف انت ابو ليلى رفيقك هو وبتمونوا على بعضكم فهمني منه شو سره هو بركي بيقول لك قوم اطلع لعنده. ايه بدي اطلع لعنده بالله انا بدي اطلع لعنده. شنتاي شرف ارتحت؟ ايه فشيت قلبك سيد محي الدين؟ ايه نعم ارتحت كثير ارتحت. ليك اوريدي تاخرت ما فيني طول. لا ولو مو معقوله انت ايه ما عم بتهنى بشوفتك لسه ما بقعد معك 10 دقائق بتقولي لي اوريدي اوريدي وبدي روح. ليك محي الدين المرضى عم يستنوا ما فيني اتاخر. طب تعي لقول لي كمان انا مرضان واسناني عم يجعوني. لك سلامة قلبي اسنانك بس المرضى اللي عم يستنوني اسنانهم عن جد عم تجعون. لا حق على الدكتور هلا روقي علي خليني اشوفك شوي بعدين والله قلي تعال هي كل ما واحد لما درسه بيعمل حاله بيروح على الدكتور ابي ابو النو الله يرحمه لك الله وكيلك هرو كل اسنانه ما فات على دكتور اسنان ايش بدهم يخلدوا اسنانه للواحد. ما حبيت لك يا هالشغله وانا كمان ما حبيت لك يا هالشغله. شبك شبك زعلت؟ لا ما زعلت بلا زعلت انت كل مره بتزعليني بس تحكي بهذا الموضوع شبه شغلتي يعني مستعرة فيني بعدين مفكره كل اصبيات مثل بعضها يعني في شوفيري التكاسي اوادم وفي شوفيري التكاسي زهراء وانت بتعرفيني انا مين. لك يا محي الدين مو قصدي. لك انت بتعرف انه مو قصدي معقوله انا استعير منك؟ لك محي الدين شغلتك مو عيب العيب انك ما بتشتغل. لك بس لو كنت سمعت كلامي وكفيت دراستك واحد مثلك لك ذكي واجتماعي ولهلوب وفهمان كنت صرت محامي كنت صرت مهندس لك كنت صرت دكتور مثلك مثلي. أحلى أفجانتي والله. أهلين أبو ليلى فوت شرب قهوة فوت. لا والله أنا شربت متي قلت لهم ساولي متي تحت وشربت متي وعلى أساس ساولي والله أنا شربت متي. لك شو باخلك أفجانتي شو باك ما عهدتك هكذا ليش هيك أفكرة قاعد مثل النسوان. تعبان أنا يا أبو ليلى تعبان أنا تعبان كلياتنا تعبانين جايك انا جايك شايل عندك